لكن تعال نشوف يعني كابتن سامي قمصان وواحد من الجهاز الفني واحد من العناصر المهمه قال ايه عن ضيفنا عمر كمال عبد الواحد. نرجع نستكمل حوار مره ثانيه. تحياتي ليك يا كابتن سامي وبسلم عليك طبعا وعلى عمر وبقول لك طبعا مبروك مبروك لجمهور النادي الاهلي ومجلس الاداره والمنظومه كلها. مبروك طبعا لجمهور النادي الاهلي في الاول والاخر. برحب طبعا بعمر واتمنى له طبعا التوفيق. برحب بيه في بيته طبعا يعني. اتمنى ان شاء الله يكون اضافه كبيره لينا ونكمل ان شاء الله البطولات مع زمايله يبقى مشارك فيها بشكل اكبر. يمكن هو ما كانش معانا في البطوله دي لكن ان شاء الله البطولات القادمه ان شاء الله يشارك فيها ويؤدي فيها اداء مميز. اتمنى له التوفيق وارحب بيه وان شاء الله موفق دايما يا حبيبي. في تواصل وعلاقه محترمه بينك اصل كابتن سامي كان مع عمي كابتن عمرو عبد الواحد الله يرحمه في نادي حرس الحدود. كان كابتن سامي شغال في نادي حرس الحدود مدير فني بعد كابتن طارق العشري. انت في علاقه من زمان جدا فهو يعني على علاقه بيا من زمن الزمن. ولما جيت النادي الاهلي يعني من اكتر الناس اللي فرحت لي يعني انا مش هنسى كلمه قالها لي قبل اول ماتش لعبته ماتش بلديه المحله. قال لي انت مش محتاج تثبت لحد ان انت لعيب كويس. العب لعبك الاقل من الطبيعي هتلاقي نفسك كويس. وعلى طول يعني سبورت ليا في كل الاوقات حتى في التمرين حتى في الماتشات بلعب ما بلعبش. بيقعد يتكلم معايا وهيجي لك وقت وهيجي لك دورك وهيجي لك فرصتك. كويس. يعني علاقتي بيه لا يعني علاقه مش هقول اب وابن بس اخ اكبر ليا بصراحه.